هذا الذي يحدث يؤثر على موسم قادم يجعله استثنائي على الزمالك والاهلي طيب. وكل الفرق. معلش قبل بس ما اروح لبلال، انا اسف يا بلال، خلينا برضو نروح للواء مشهور احمد المدير التنفيذي لحرس الحدود. سياده اللواء ازي حضرتك يا فندم؟ ازي كابتن اسلام، ازيك انت حبيبي؟ ازي حضرتك، وحشنا جدا ودايما كل سنه وحضرتك طيب ودايما بخير. تحياتي لضيوفك الكرام كابتن عصام شلتوت والكابتن احمد بلال والكابتن شريف عبد المنعم. كل سنه وحضرتك يا سياده اللواء. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين. انت طيب، انت طيب. سياده اللواء، يعني انا طبعا تشرفت بان انا اكون موجود مع حضرتك لمده 3 سنوات في نادي حرس الحدود، وعارف قد ايه انت شرف لينا، وانت يعني كنت قيمه كبيره يا فندم. ربنا يخليك، ده شرف ليا. صنع بطولات لنادي حرس الحدود. ربنا يخليك يا فندم، فانا عارف قد ايه ان حضرتك صريح جدا وعندك يعني كلامك كله صريح. عايز اعرف ايه راي حضرتك فيما يحدث الان في موضوع مؤجلات الدوري العام المصري؟ والله انا يعني طبعا انا يعني احنا كلنا بنتمنى لنادي الزمالك انه يفوز ببطوله افريقيا، لان انتصار لمصر كلها. نعم. واحنا كلنا واقفين في ظهر نادي الزمالك من اول النادي الاهلي، كل الانديه. ولكن لما تبقى واصل انت لمرحله فيها فرق مهدده بالهبوط وفرق بتلعب على الانتقال، فلازم يبقى في نوع من العداله. نعم. بمعنى ان مثلا الاسبوع ال 34 الفرق المهدده بالهبوط كلها تلعب في توقيت واحد، ما ينفعش فرقه تلعب قبل وفي فرق لها مؤجلات. تمام. فاحنا من وجهه نظري حرس الحدود ان احنا بنتمنى ان احنا نلعب المؤجلات في مواعيدها. تمام. ونلعب المباريات اللي في الجوله 34 النهائيه كلها في توقيت واحد لتحقيق مبدا عداله وتكافؤ الفرص بين الانديه. نعم. حضرتك شفت الجدول ازاي في موضوع حرس الحدود او الجونه يوم 3/6؟ شفته، لان ده ما انا ما شفتوش في جدول على مدى في الكوره 40 سنه. ما شفتش ابدا الا في مباراه كؤوس مثلا، نقول ده الفرقه دي او دي. لسه لم يحدد، لسه لم يحدد. ده للتسميه فقط. لكن يعني اول مره نشوفها، يعني ما حق اول مره. اول مره تشوفها. اصل هو باي، يعني انا طالع باي، اللي هو مشهور بقاله مثلا 30 40 سنه في الموضوع، فعارف يمكن احنا مش عارفين في حاجات احنا مش فاهمينها وهو بيقولها لنا. ما مرتش عليك صحيح، 40 سنه خبره ما شاء الله. فعشان كده انا اقصد ان انا اساله هذا السؤال تحديدا. يمكن هو شاف حاجه زي دي يقول لنا ان هو شاف حاجه زي دي، حاسسها كمان. طيب، عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا. هل انت مع انتهاء بطوله الدوري قبل كاس الامم الافريقيه، ولا ما عندكش مشكله فنيا؟ انا بتكلم بقى من الناحيه الفنيه، كابتن طارق العشري لما قعدت معاه، ولا ما عندكش مشكله ان انت تستنى شهرين؟ قعدت معاه طبعا من مصلحتي، مش حرس الحدود بس، كل الفرق، ان احنا لما نخلص قبل البطوله الافريقيه هتجعلك فرصه لاختيارات جديده، وهتجعلك تبدا موسم جديد بتعليمات جديده، هتبدا تجهز نفسك. بدل ما هركن اللعيبه 55 يوم اعمل ايه؟ اعمل ماتشات وديه ولا هعمل ايه؟ الدوافع اللي هتقولها ايه والحاجات هتقولها ايه وانت عندك مفيش مشكله؟ مفيش راحه سلبيه كمان، مفيش راحه سلبيه للدوري اللي بعد كده، هتبقى الامور صعبه جدا. وبالتالي بصرف النظر عن النواحي الماديه، بتكلم فنيا، يعني لا فنيا 50 لو نعمل فيهم ايه؟ يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا سياده اللواء. وانا بشكر حضرتك. احنا كلنا بنتمنى للكره المصريه وبنتمنى للفريق القادم ان شاء الله يشرفنا ويفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه يا رب ان شاء الله. يعني يا رب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا اللواء مشهود احمد المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود. بلال، انا برضه عايز اسالك، لانه انا